بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في بيان أحداث يعني غزوة حنين، وباب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث ابن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب الحديث، لحاء تحويل السند. فالحديث وصل الإمام البخاري من طريقين: الطريق الأول سعيد بن عفير عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال قال محمد ابن شهاب. بقية السند واحد يعني في الروايتين. وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور ابن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، يعني نساء الأطفال، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون. يعني كانوا يقول ان المال ده بيبقى من حق المجاهدين، يعني معي من ترون، واحب الحديث الي اصدقه، فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال، لان الغنيمه بتملك بالقسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قسم حتى كان يعني يأمل أن يعودوا مسلمين فيرد عليهم قبل أن تقسم الغنائم، فلما تأخروا قسم الغنائم بين الصحابة 4-5 غنائم، وأتوا بعد ذلك أتت قبيلة هوازن المسلمين، أتت 9 من رؤسائهم وأسلموا وطلبوا أن المال والإيه والسبي تساوي الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قد كنت استأنيت بكم، يعني تأخرت عليكم من التأني يعني، وكان أنظرهم يعني أجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع 10 ليلة، بضع من 3-9 يعني، حين قفل من الطائف، لأن كانت حنين بعدها لما فروا من فرت قبيلة هوازن بعضهم لجأ إلى نخلة وأوطاس، وبعضهم تحصن مع أهل الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني إلى نخلة وأوطاس من يقاتلهم وحاصر الطائف ولم يقسم الغنائم، ورجع من حصار الطائف وأدى عمرة الجارانة، ثم بعد ذلك أتوا مسلمين فطلبوا السبي والنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قد كنت استأنيت بكم، وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع 10 ليلة، حين قفل يعني رجع من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. هذا من العقل يعني، يعني النساء والأطفال يعني أفضل من الأيمن المال، فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. أنهم ملكوا الإيه السبي بالقسم، فمن تطيب نفسه أن يرد السبي فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. اللي نفسه مش سمح بذلك يبقى له حق عندنا، أول ما يجيلنا فيء فنعطيه يعني من الإيه من الفيء. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. كان هذا الجواب الجماعي النبي صلى الله عليه وسلم لم يطمئن به حتى يتأكد أن كل واحد طابت نفسه بذلك، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. العرفاء اللي هم الرؤساء يعني أو القادة فيهم،
فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. يقول: هذا الذي بلغني من سبي هوازن. الحديث الثالث حديث المسور ومروان. بعض الناس أنكر على البخاري أنه أخرج لمروان لأنه كان هو المتهم بتزوير الكتاب على عثمان الذي كان سببا في قتله، ومروان لم يكن صحابيا، فبعض الناس أنكر عليه أنه روى عن مروان بن الحكم. يقول الحديث الثالث حديث المسور ومروان تقدم ذكره من وجهين عن الزهري، وقد تقدم في أول الشروط في قصة صلح الحديبية أن الزهري رواه عن عروة عن المسور ومروان، فالزهري من صغار التابعين فبيروي عن كبار التابعين، عن عروة عن المسور ومروان من عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فدل على أنه في بقية المواضع حين لا يذكر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرسله، أنه في صورة المرسل ولكنه في الواقع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المسور يصغر عن إدراك القصة ومروان أصغر منه. نعم كان المسور في قصة حنين مميزا، هذا مرسل صحابي يعني صغير، فقد ضبط في ذلك الأوان قصة خطبة علي لابنة أبي جهل، والله أعلم. قوله حدثنا ابن أخي ابن شهاب، يروي عن عميه محمد بن مسلم بن شهاب وزهري وسقط ابن مسلم من بعض النسخ، محمد بن شهاب وشرط. قوله وزعم عروة ابن الزبير هو معطوف على قصة صلح الحديبية، وقد أخرجه موسى بن عقبة عن زهري بلفظ حدثني عروة ابن الزبير إلى آخره، وسيأتي في الأحكام. قوله قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، ساق الزهري هذه القصة من هذا الوجه مختصرة، وقد ساق موسى بن عقبة في المغازي مطولة ولفظه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف في شوال إلى الجعرانة وبها السب، يعني سب هوازن، وقدمت عليه وفد هوازن مسلمين فيهم 9 نفر من أشرافهم فأسلموا وبايعوا، ثم كلموه فقالوا يا رسول الله إن في من أصبت بالأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي الأقوام، أن يخزى المرء لما تؤسر يعني أمه أو أخته أو عمته أو خالته، فقال سأطلب لكم، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، وقد وقعت المقاسم فأي الأمرين أحب إليكم، فكأنه يقول هم ملكوا بالإيه بالقسمة، فأي الأمرين أحب إليكم السبي أم المال؟ قالوا خيرتنا يا رسول الله بين الحسب والمال، فالحسب أحب إلينا ولا نتكلم في شات ولا بعير. فقال أما الذي لبني هاشم فهو لكم، وسوف أكلم لكم المسلمين، فكلموهم وأظهروا إسلامهم، يعني هم نفس هؤلاء الرؤساء يعني كلموا المسلمين من أجل أن يردوا لهم السبي، فكلموهم وأظهروا إسلامهم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاجرة، هجرة هي الظهر، الهاجرة هي شدة الحر، قاموا فتكلم خطباؤهم فأبلغوا ورغبوا إلى المسلمين في رد سبيهم، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغوا فشفع لهم حض المسلمين عليه، وقال قد رددت الذي لبني هاشم عليهم. فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وإيذاك مما لا يخفى، وقد أغفل محمد بن سعد لما ذكر وفود وفد هوازن هؤلاء مع أنه لم يجمع أحد الوفود أكثر مما جمع، لأن هي أكثر الوفود كانت بعد ذلك يعني في السنة 9، يعني ديف كان في السنة 8، فلعل محمد بن سعد أغفل ذكر وفد هوازن لأنهم يعني وفود أتت تطرى إلى المدينة النبوية في السنة 9 من الهجرة، وذلك يسمى في كتب السيرة يسمى عام الوفود، فلعله لأنهم لم يأتوا في السنة 9 ولم يذكرهم لأن هذا كان في السنة 8. يقول ممن سمى من وفد هوازن زهير بن صرد كما سيأتي، وأبو مروان وأبو ثروان أولهم ثلاثة بدل ميم ويقال موحدة وقاف، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ذكره ابن سعد. وفي رواية ابن إسحاق قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جديه تعين الذي خطب لهم في ذلك، ولفظه وأدرك وفد هوازن بالجعرانة
وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إن أهل عشيرة قد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله، إن اللواتي في الحضائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك، واللاتي كنا يكفلنك وأنت خير مكفول. ثم أنشده الأبيات المشهورة، أولها: أمن علينا يا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر. يقول فيها: أمن على نسوة قد كنت ترضعها، يثفوك تملأه من محضها الدرر، على الضر يعني. ثم ساق القصة نحو شيخ موسى بن عقبة، وأورد طبراني شعر زهير بن صرد من حديثه، فزاد على ما أورده ابن إسحاق 5 أبيات. وقد وقع لنا عليا جدا في المعجم الصغير عشاري الإسناد، يعني في 10 رواة، ومن بين لعله قد بين الطبراني فيه، وزهير لا يعرف، هل في خطأ مطبعي في هذه الطبعة، لكن يقوى حديثه بالمتابعة المذكورة فهو حسن. وقد بسطت القول فيه في 40 المتباينة وفي الأمالي وفي 10 العشارية، وبينت من زعم الإسناد منقطع، والله الموفق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت استأنيت بكم، في رواية الكشميني، ومعنى استأنيت استنظرت، أي أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم، وكان ترك السبي بغير قسمة وتوجه إلى الطائف. الغنائم تقسم بعد المعركة، 4 أخماس الغنائم على الغنمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلامهم حتى يرد إليهم يعني سبيهم ومالهم، فترك السبي وحاصر الطائف، ثم رجع عنها إلى الجيران، ثم قسم الغنائم هناك. فجاءه وفد هوازن بعد ذلك، فبين لهم أنه أخر القسم ليحضروا فأبطأوا. وقوله بضع 10 ليلة فيه بيان مدة التأخير. وقوله قفلا، أي رجعا، وقد ذكر الوقدي أن وفد هوازن كانوا 24 بيتا فيهم أبو برقان السعدي، فقال: يا رسول الله، إن في هذه الحضائر إلا أمهاتك وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك، فمن علينا من الله عليك. فقال: قد استنيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون، وقد قسمت السبيا. قول: فمن أحب أن يطيب ذلك، أن يعطي عن طيب نفسه منه من غير عوض. قول: عن حظه، أي بأن يرد السبي بشرط أن يعطى عوضه. ووقع في رواية موسى بن عقبة: فمن أحب منكم أن يعطي غير مكره فليفعل، ومن كره غير مكره فليفعل، ومن كره أن يعطي فعلي فداؤهم، يعني أنه يعطي بدلا يعني منهم لما يأتي سبي آخر للمسلمين. قوله: فقال الناس: قد طيبنا ذلك، في رواية موسى بن عقبة: فأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلا من الناس سألوه الفداء. وفي رواية عمرو بن شعيب المذكورة: فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار كذلك، وقال أقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة ابن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقال بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان 6 فرائض، من أول فيء نصيبه. فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم. قوله: فقال: إننا ندري من أذن منكم، إلى آخر يأتي الكلام عليه في باب العرفاء من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. قوله: هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. بيّن المصنف في الهبة، كتاب الهبة، أن الذي قال هذا إلى آخره هو الزهري، ده كلام الزهري: هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. قال: وذلك بعد أن خرج هذا الحديث عن يحيى ابن بكير عن الليث بسنده. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.